عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بتكلم عن ماو ورجيل واحلام عموري والخناقة اللي ما بينهم وبين بعض، وطبعا ان هي فقدت جنينها النهاردة الصبح من كتر التوتر والضغط، وان مايا راحت في العزاء وقعدت تتكلم عليها وتقول ان هي اصلا ما فقدتش حد من ابنائها، والناس كلها قالت بصراحة وهي مايا مالها وايه اللي دخلها في حاجة زي كده، هي حرية شخصية، هي بتقول ان هي اهم حاجة عندها البوز والشهرة، والناس ردت عليها وانت كمان اهم حاجة عندك كده بدليل ان انت كنتش بتلبسي الطرحة الا قدام الناس فقط. فتعرضت مايا لهجوم كبير جدا، الا بعض الناس اللي قالت مايا عندها حق، ولكن في الاول في الاخر هي صادقة احلام او مش صادقة دي حاجة خاصة بيها وما كانش لمايا اي تدخل. هنشوف يعني الكلام بتاع احلام وكمان رد مايا. دخلت وراحت العزا واتدخلت في امور عائلية مايا هي ملهاش فيها اصلا. الله ونعم الوكيل فيك، شقيتي من ألجي حتى البلدية السكر باش تحطمي حيات، تحطمي حيات إنسانة أرملة في الجنازة تاع راجلها. حسبنا الله ونعم الوكيل، شقيتي باش ديري نميمة ما بين العائلة ما بين اللواسات والعروسة. حسبنا الله ونعم الوكيل، انتي برانية وش داك للفاميليا وانت عارفي فاميلية راجلي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسب وانت عارفي راجلي أصلا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. شوفوا وهذا والو، هذا جوست الديبو. الناس اللي يقولوا لي واش دخلك، اروح نقول لكم واش دخلني. اذا انت كذابه وتكذبي على 40 مليون جزائري، تقولوا لي ديمات وانا ما عنديش، وتقولوا لي 40 مليون جزائري انا راني اونسان، انت ماكيش اونسان، وانا طلعتك ورجعتك تكزيستي وعرفت بك هذا البوبليك اللي كتكذبي عليه، وجميع ابوني غير اللي راه عندك جمل عندي، باسكو انا برك اللي كنت نطاقك وانا كي طلعتك وانا كي دخلتي للجزائر انا بينتك للناس. راكي حبه البوبليك تاعي تقعدي تكذبي عليه وانا نشوف. هذه نسيها، وفاش تكذبي عليه في الموت كي نموت انا ديريها، مادامني انا حيه ما تكذبيش في الموت على ظهري وعلى مون بوبليك، باسكو جميع ابوني غير اللي راه عندك جمال عندي، والباقي راهو جاي في الطريق باذن الله. وهي اللي سبقتها، هي اللي سبقت كلاشي فيها في الستوري، هي سبقت لي في المشاكل، وهي سبقت اذي فيا. هي طبعا عايزة اعرف رأي حضراتكم في التعليقات، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، واتمنى لكم كل التوفيق والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله. وعايزة اعرف انتوا لو كنتوا مكان احلام هتعملوا ايه. السلام عليكم.